وهذا هو المشهد من ميدان طلعت حرب الآن، حيث تجمع عدد من المواطنين المصريين في الميدان احتجاجا على فض التظاهرة التي كانت أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى والتي تم الإعلان عنها منذ 3 أيام، اعتراضا على المادة التي تتيح محاكمة المدنيين عسكريا في الدستور، ولدفع وحث أعضاء لجنة 50 بالتصويت بلا. كانت هناك الكثير من التداعيات لهذه الوقفة، بعض من وكالات الأنباء مراسليها الصحفيين الزملاء أكدوا أنه كان هناك التزام من جانب مجموعة لال المحاكمات العسكرية التواجد على الرصيف المقابل للبوابة الخاصة بمجلس الشورى. لم يكن هناك أي قطع للطريق، ولكن تم الإنذار وتم التعامل معهم بخراطيم المياه ثم فيما بعد بالهروات. وتقول الشرطة أنه كله بالقانون، كله حسب القانون الجديد، قانون التظاهر. وفيما بعد تم القبض على أكثر من 40، على الرغم من أنه مصادر في وزارة الداخلية تؤكد أنهم 28 فقط. بعض من الفتيات والشباب يؤكدوا تعرضهم للضرب المبرح، أيضا الاعتداء عليهم وتمزيق ملابسهم، وأيضا الاعتداء على بعض من الفتيات بالتحرش حسب بعض من الشهادات. هنستمع بتأكيد لوجهة نظر ورأي دكتور عكاشة فيما يحدث وفيما يحدث بداخلنا وفي نفوسنا كمصريين في ظل كل هذه الأجواء. ولكن اسمح لنا دكتور عكاشة نستمع إلى آخر التطورات على الأرض في ميدان طلعت حرب. نروح للزميل عوض الغنام، إيه الأخبار عندك يا عوض؟ مساء الخير أستاذة دينا. مساء الخير أستاذة دينا. أهم من الذي حدث منذ قليل، كانت هناك اشتباكات طفيفة بين مجموعة من الشباب على طرفي السياج الذي قام بوضعه الجيش عند نهاية طلعت حرب مع ميدان التحرير، لكن إجمالا لم يتغير الوضع كثيرا. ما زال المتظاهرون يعيشون الجو، هو الأقرب أستاذة دينا إلى جو السمر من التظاهر. هناك مجموعات تصنع حلقات، يعني بعضها يردد أغاني وطنية والآخر يتحدث عن مستقبل الحرية من وجهة نظره بدون ممارسة الشرطة حسب توصيفهم، لكن غابت الشرطة تماما عن المكان وعن المحيط ولم تترك للشباب هنا في طلعت حرب إلا بقايا روائح الغاز التي تتقلص رويدا رويدا، يعني بشكل يبدو ملحوظ للغاية. بشكرك شكرا جزيلا زميل عوض الغنام. ولدينا بيان من وزارة الداخلية حول الأحداث، يقول البيان: رصدت المتابعة تداول دعوات لحركة 6 إبريل للتظاهر أمام مجلس الشورى مساء اليوم 26 الجاري. تم التواصل مع السيد أحمد ماهر الداعي للتظاهر من خلال السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وإفهامه بضرورة اختار اسم شرطة قصر النيل للحصول على الموافقة الأمنية، إلا أنه أصر على رفض وتنظيم المظاهرة دون اختار القسم المختص أو الحصول على الموافقة الأمنية. وفي حوالي الساعة 4:45 دقيقة مساء اليوم تجمع قرابة 200 شخص أمام مجلس الشورى بوسط القاهرة بالمخالفة لقانون التظاهر، وقاموا بقطع الطريق وتعطيل الحركة المرورية على الفور. قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتها وتوجيه إنذار بانصراف المتظاهرين، إلا أنهم لم يمتثلوا. قاموا برشق القوات بالحجارة والطوب مما دفع القوات لاستخدام المياه، وتمكنت من تفريق المتظاهرين وإلقاء القبض على 28 من مثيري الشغب، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 1205-58 جنح قصر النيل، وتم اختار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وبيانات رسمية وشهادات لمجموعات على الأرض، ونحن كمصريين في ظل هذه الحالة تتنازعنا الكثير من التوجهات والأراء والتعاطفات المختلفة. وفي النهاية عندنا بعض من الدراسات دكتور عكاشة تؤكد أنه مصر أصبحت من أكثر دول الشرق الأوسط بل العالم اكتئابا، هل ده حقيقي؟ هنقول لك الكلام دلوقتي. هو مش حقيقي قوي يعني، لكن يعني أنا بس عاوز برضو أرجع تاني للي بيحصل. احنا حاطين القوات الأمن والشرطة في موقف غير طبيعي، نطلع لهم قانون نقول لهم نفذوه، وفي نفس الوقت يطلع الشعب يقول لك مش هنسمع هذا القانون، وبعد كده حقوق الإنسان يقول لك لا سيبوهم يضربوا زي ما عاوزين.
القرار اللي بيقول لك ان هم نزلوا مع الرصيف وقفوا المرور، طبعا وقفوا المرور 200 واحد في الشوارع الضيقه دهيت، وقفوا المرور يبقى ضد القانون، يبقى ضد التظاهر السلمي. ما فيش سلمي ابدا. الحاجه الثانيه قبل ما نتكلم على الكتاب، انا ما اعرفش حقيقه الكلام الا انها في الجرايد النهارده، ان السيد رئيس وزراء الدكتور حازم بلاوي ان هو يقول ان من غير المنطق ان الاخوان المسلمين تبقى جماعه ارهابيه. يعني هو كلام ما اعرفش اذا كان ده صحيح ولا لا، ولكن اذا كان صحيح يبقى غير موفق، لان هو من غير المنطق ان حضرته يقول ان جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه، واحنا عندنا اللي موجود دلوقتي في سيناء الحروب والحاجات اللي بتحصل دي، مال مين يعني جمعيه رحمه هي؟ يعني انا مش فاهم، لكن سيبنا من دي، خلينا احنا يعني ويعني احقاقا لحق ما حدث وحق الرد سيد رئيس الوزراء ليس متواجد وليس هناك من ينوب عنه، ولكن ما قاله في اجتماع الامس انه جماعه الاخوان المسلمين ليس هناك كيان قانوني لما يسمى بجماعه الاخوان المسلمين، حيث انها تم حلها، حلت وتمت مصادرة ممتلكاتها وأموالها وما إلى ذلك، وليس هناك في القانون مسمى جماعة إرهابية. الحقيقة إن هي نقلت بأكثر من شكل، بأكثر من فيرجن، وأكثر من محتوى الكلام وصورة. الكلام سهل قوي، أنا قلتها في أول الجملة. في ناس بتتكلم طول الوقت وفي ناس بتحس. اللي أنا حاسه إن إحنا يجب إن إحنا ناخد موقف أكثر نوع من العقلانية من العواطف والخوف، والخوف من الغرب، والخوف انهم يصوروا، والخوف ده ما يهمنيش في سبيل مصلحة مصر. لازم أبدأ العمل، لا يمكن هنعمل طالما ان احنا مش مدينين للأمن القوة. اي حد الأمن إذا كان غلط زمان، انا اعرف ناس وناس اصدقاء شديد جدا واتقبض عليهم وطلعوا بعد كده هوت، وبيقسموا لي ان ما حصل اي تعذيب او اي شيء، ولكن لدينا وقائع، لدينا وقعة خالد سعيد، ولكن وقعة انا بتكلم على دلوقتي. دلوقتي الامر مختلف. ليه نرجع للماضي يا جماعه؟ طيب لا، انا توقعت ان حضرتك بتتكلم عما سبق. في ناس اخطاوا من الشرطه، عممنا لا احنا بتكلم عن ناس هجموا وحرقوا كل اقسام، في ناس حرقوا اقسام الشرطه في مصر يا ستي. تحسين لاداء كل مؤسسات الدوله بما فيها المؤسسه الامنيه، وهو حق لكل المصريين. موافق تماما. في ناس حرقوا أقسام الشرطة كلها وفككوا الشرطة، وأنت بالك سنتين في حالة انفلات. تمام. طيب في ظل هذه الحالة، هل يزيد الاكتئاب؟ طبعا فعلا يزيد تماما، يزيد الاكتئاب. يعني هو في حاجة لازم نعرفها عن الاكتئاب، لأن كل واحد متضايق، غضبان، قلقان، خايف، حاسس بنوع من أنواع الإحباط، يقول لك أنا مكتئب. يعني 90% من العين اللي بيخشوا لي يقولون احنا عندنا اكتئاب، ولكن اللي بيطلع عندهم اكتئاب لا يزيد عن 10%، لان ده له اعراض معروفه تماما. فقبل ما نتكلم ونقول قد ايه، يعني مثلا موجود في العالم في الوقت الحالي 170 مليون مكتئب. يا نهاري، 170 مليون مكتئب. يعني ايه مرض اكتئاب جسيم؟ اكتئاب جسيم اللي هو مؤثر على البني ادم ان هو يعيش حياته بشكل طبيعي. منظمه الصحه العالميه بتقيس العبء بتاع المرض بكم سنه الواحد ما قدرش يشتغل والوفاه المبكره، سموه داليز اللي هي ديسابيليتي ادجستد فور لايف ييرز. ايه العجز؟ ان هو ما قدرش يشتغل. الان نمره واحد امراض القلب، نمره اتنين الاكتئاب. متوقع سنة 2020 ل 2030 نمرة واحد للاكتئاب، أكتر مرض بيعمل عبء، يأخر الواحد عن العمل بتاعه ويموت بدري. وعلى فكرة دلوقتي نمرة واحد في الستات كمان في الوقت الحالي الاكتئاب نمرة واحد في العبء بتاع المرض. أنا بوريك إزاي إن الاكتئاب بيكلف العالم بلايين الدولارات، مش عشان بس العلاج لا، عشان مدة اللي هو ما بيشتغلش. تمام. ما بيبقاش بيدي مجهود كفاية. احنا كمصريين يعني كان أوج فرحتنا وشعورنا بالأمل والانتصار وقدرتنا وقوتنا 11 فبراير، وكانت هناك فيما بعد الكثير من الإحباطات والخوف والقلق وربما اليأس، إلى أن كان هناك الاستعداد ل 30 يونيو
ويوم 3 يوليو كان هناك هذه الحالة مرة أخرى من الأمل والقدرة والشعور بالقوة. إيه اللي بيحصل وإحنا في النهاية شعب قادر يعني بنحاكم رئيسين والاتنين في قفص الاتهام؟ علشان إحنا الجماعة التيار الإسلامي أو الإخوان أو أي حاجة ما ادوش فرصة خالص بعد 30 يناير أو بعد 30 يونيو ولا إيه وبعد 3 ما ادوش فرصة إن الشعب يقدر يتبسط. فكل شيء ينكد على الشعب وكل شيء يخلي الناس تكرههم عملوه، وإحنا الأغلبية وعندهم حالة من حالات مش الضلال الهوس. فبالتالي الشعب لما لقى انه مش قادر يشتغل، مش قادر يبقى عنده امن، مش قادر ان هو يشوف اي شيء، لانك انت بنضرب الامن تملي. يعني هي عمليه من اغرب ما يمكن، احنا بنطالبهم بالامن وفي نفس الوقت بنقول لهم ما تلمسوش حد. مش معقول ما تضربوش حد. هو كده في القانون بتاع كل العالم، الاول بتديهم انذار وبعد كده هو بتدي انك انت الميه وبعد كده قنابل مثيره للدموع وبعد كده بالهيروات. ايوه موجود ده في كل قوانين العالم. احنا بنالف عندنا، واذا كان منظمه الامم المتحده بتقول كده منظمه الامم بتطلع حاجات غلط كتير جدا واحنا بنترجمها غلط كمان. مش معقول ابدا. ولكن الاكتئاب زاد. هو اذا بصيتي انت السعاده اللي كانت موجوده كمان في يناير 2011 وفي ال 18 يوم دولت اللي حصل ان ما حدش قام من المسؤولين، هم ما كانش في مسؤولين بينهم، دي مشكله تانية. سواء دي او تبرد برضه ما فيش حد كيان يقودهم، وده خطا كان في الاستراتيجيه. هم هدموا شيء لكن ما بنوش حاجه. نفس الحكايه احنا في 30 يونيو هدمنا شيء ومش مدين لك فرصه تبني حاجه. دي المشكلة. فاللي بيحصل ايه؟ بيحصل احباط شديد. يعني اذا كان واحد طلع وقال لهم يا جماعة زي ما تشيرش الآل في الحرب، دموع جوع نشد على بطننا عشان ننتصر ومصر تقوم، ما عندناش فلوس، النظام السابق فلسنا، لا ده قالوا لهم هنجيب لكم الفلوس المهربة وهنوزعها على المصريين، وابتدوا يقسموا الناس على بعضهم الفلوس اللي متهربة وفي حالة توقعات جميلة جدا، مش أي حاجة طبعا حصلت. فدي عملت إحباط شديد. الإحباط يعمل اكتئاب ويعمل قلق ويعمل عنف ويعمل عدوان. ولكن إذا بصيتي أنت الخريطة، في خريطة أنا كنت جبتها معايا. معانا الخريطة لو نقدر نشوفها من فضلكم يا شباب. إذا كانت تبان يعني في الشاشة يبقى ألطف أوي. فدي خريطة الاكتئاب في العالم. شوفي بقى دي للأسف الشديد إن البحث ده ما نزلوش شافوا الناس، اعتمدوا على الحكومات. إذا بصيتي حضرتك اللون الأحمر قوي ده أكتر بلاد فيها اكتئاب. في البحث ده هو اللي هو طالع من أستراليا ومعتمد على سؤال الناس مش الكشف على المرضى. فهو حاطين لك شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أفغانستان، فلسطين، وحاطين لك في جنوب أمريكا هندوراس، أكتر واحدة حمراء في هندوراس، دول حاطين فيهم الاكتئاب يصل لسبعة. احنا بنقيس تملي الانتحار بنقيسه في 100,000 والاكتئاب بنقيسه في المية قد ايه. العالم كله في 4% من مجموع العالم عندهم اكتئاب جسيم، ولكن البلاد الكتيرة ممكن توصل لسبعة لثمانية زي اللي هم معلمين عليهم بالأحمر. بس احنا هنا بين الاحمر. ايوه البلد زرق دي مطلعها مطلعينها 4%. النسبه العالميه للاكتئاب 4%، لكن ممكن توصل لسبعه، ممكن تقل تبقى 2 أو 3%. احنا في الوسط مصر بالذات مختلفه عن كل البلاد الثانيه. احنا في المتوسط. ايوه لان هم ما فيش احصائيات يعني ممتازه في مصر انهم يقدروا. طبعا كلما كان البلد فيها احصائيات، يعني حاطين لك مثلا ان اليابان ما فيهاش اكتئاب، مع ان اليابان نمره 10 في نسبه الانتحار في العالم. 70% من اللي بينتحروا عندهم اكتئاب. فاللي انا عاوز اقوله والانتحار اللي ربما سببه الاكتئاب مش طول الوقت متلازم بظروف اقتصاديه او اجتماعيه صعبه. الناس كلها فاكره الاكتئاب وراثي. الابحاث الحديثه عمليه الوراثة بالاكتئاب 35%، 65% من البيئة. يعني الاكتئاب مثلا بيقول لك ايه، في بلاد زي المجر والسويد ومش عارف وبلاد تانية
فيها الانتحار عالي جدا مع ان مستوى المعيشه كويس قوي. واحنا الحمد لله الانتحار قليل جدا. البلاد الاسلاميه كلها الانتحار فيها اقل من البلاد اللي هي باديان اخرى وحتى غير الاديان السماويه. ومرتبط ده بالمعتقدات الدينيه. منظمه الصحه العالميه مطلعاها. تمام. ومؤخرا بدات تزيد حالات الانتحار، يعني كان عندنا من شهر تقريبا حاله انتحار لشاب متفوق خريج كليه الهندسه وكتب رساله انه بعد ما اخفق في الحصول على عمل او قدرته ان هو يعيش بكرامه، من 5 ايام تقريبا طالبه الطب القت بنفسها من الدور الخامس بعد مرورها بحاله نفسيه صعبه. اول امس اكتشفوا جثه مجند مشنوق والبعض يشير إلى انتحاره. هنا هل نقدر نقول أنه في أسباب محددة موجودة في المجتمع أدت إلى حالات الانتحار؟ الانتحار بنقيسه في 100,000. عندك أنت بلاد زي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا والمجر وأوروبا الشرقية دي بتصل فيها 40% في 100,000. 40% في 100,000. النسبة متوسط في العالم حوالي 14-16% في 100,000. في بلاد كاثوليكية متدينة جدا النسبة توصل فيهم مثلا ل7-8 ألف في 100,000. احنا ما عملناش غير بحث واحد في مصر وعملناه بالتقارب. محاولات الانتحار 10 مرات اكتر بالانتحار. محاولات الانتحار أكثر 10 مرات من الانتحار. من الانتحار يعني إذا كان عندك أنت 100 واحد بيحاول ينتحر 10 بس اللي بينجحوا أنهم يموتوا نفسهم. ما عندناش مفروض أن كل واحد بينتحر بيبلغ في البلاد الراقية يعني في البلاد الكويسة بيبلغ الشرطة أن فلان انتحر، فيبقى عندهم في وزارة الداخلية أو في الشرطة يبقى عندهم نسبة معينة. النسبة اللي عندنا مفيش. طيب. بس محاولات انتحار كل الناس بتتكسف انها تقول. صحيح. ما عندناش نسبه. فاللي عملته احنا في البحث بتاعنا ان احنا خدنا كاتشبت اريا يعني منطقه معينه بتخدم كذا وشفنا مركز السموم وشفنا محاولات الانتحار اللي موجوده وقسمنا على 10 يبقى نسبه معينه، فوجدنا ان احنا 3% في 100,000. ده كان من حوالي 10-15 سنة. 3% في 100,000. لا شك ان مع شوف بقى الحاجات البطالة الإدمان وبعدين الدخل قليل والعدالة الاجتماعية أن الدخل الكبير تفاوت بينه وبين الدخل الصغير، كل دي وجدناها في البلاد النامية أو الفقيرة أو الكذا بتزود نسبة الانتحار. خلي بالك بيموت حوالي 1,000,000 واحد منتحر في السنة في العالم. كل 40 ثانية من ساعة ما حضرتك ابتدينا نتكلم أنا وإنتي مات ما لا يقل عن 30 أو 40 واحد انتحر. والانتحار أكتر من كل البراكين وكل الحروب وكل الفيضانات وكل المجاعات والأمراض والأوبئة. طب اسمح لنا وتقدر تمنعي 70% لأن 70% منه اكتئاب. ونتمنى ان احنا نقدر نمنع البعض منه. بس ما قلناش الاكتئاب ايه لسه. هنرجع نشوف الاكتئاب ايه بس هنحاول ان احنا نتعرف هل ناس مكتئبة لما سألناهم هل انتم مكتئبين ولا لا واسباب اكتئابكم ايه ان وجد. خلونا نتعرف على الاجابة. عندك اكتئاب يا حاجة؟ عندك اكتئاب؟ والله عندي والله اكتئاب يا ابني، قاعده وخايفه وقاعده ومرعوشه. انا معايا بنتين والله حته عشه يا ابني، والله حته عشه وبخاف منها، يعني لو زقوها حيذبحوني انا وقاعده جوه. طبعا عندي اكتئاب. طبعا الشعب المصري كله عنده اكتئاب وانا عندي اكتئاب والدنيا من 25 يناير الاكتئاب لحد الوقت. لا ما عنديش اكتئاب. انا بصراحه زهقت من كتر المظاهرات، كل شارع اخش مصطفى النحاس مدينه نصر انا بشتغل سواق تاكسي، تعبت خالص. اكتئاب من ناحيه الاقتصاد ده طالع نازل فدي تعودنا عليها، لكن الجديد اللي بيحصل دوت هو اللي طبعا مضايق الناس كلها طبعا، يعني العنف اللي متواجد دوت ومسببينه فئه معينه من الشعب هو ده اللي مضايق الناس كلها طبعا. يعني الواحد خايف دلوقتي يمشي في الشارع يلاقي نفسه ما يرجعش تاني بكره الصبح، يلاقي نفسه رايح مروح البيت ميت. لما بنزل دراستي او الكلام دوت بنزل الاقي مظاهرات ومسيره والكلام ده بتاثر علينا طبعا في دراستي ومذاكرتي وحياتي الشخصيه. عندي اكتئاب اكيد بالنسبه لحاله البلد والظروف اللي فيها وشغف في كل حته ومظاهرات، اكيد مش لازم الظروف الاقتصاديه بس هي اللي بتاثر على حالتي النفسيه. يعني من اللي بيعملوه بصراحه الاخوان فينا ده، ما هو ده اكبر اكتئاب، مش اكتئاب بس، يعني اللي انت الواحد فيه ده بصراحه خلاص، يعني ما بقاش عنده اكتئاب بس بقى عنده خنقه.
يعني عارف يعني ايه خنقه، حتى مش طايق عياله في البيت كمان. شويه عيال ما تعرفش اهلهم بيصرفوا عليهم منين، ولا العيل من دول لو يعرف قيمه ابوه بيجيب له جنيه ياكل بيه ازاي، ما كانش يعمل كده ولا يهرج في الشارع ولا كان يقل من حد ولا كان يقل من الحكومه ولا من الشرطه. والله انا شايف وجهه نظر، انا العنف هو اللي يسبب الاكتئاب بس مش اكتر، لان اي نفس بتموت دي حرام عامه. لا الحمد لله ما عنديش اكتئاب. يعني انا عن نفسي ما عنديش، عايزه اشوف تلفزيون، مش عايزه اشوف اخبار، خلاص تعبنا خالص. بقيت احاول اتفرج على اي حاجه تانية، ابعد عن الاخبار اللي عامله عنف دي في البلد والمشاكل اللي في البلد مستمره دي. اكيد ايام الحظر كنت حاسس باكتئاب، لكن دلوقتي حاسس بحريه وبروح المكان اللي انا عايزه. العنف يا ابني، العنف وحش، عمرنا ما شفنا كده. يعني احنا طلعنا في الدنيا دي ما شفناش الحاجات دي اللي بتحصل خالص غير اليومين دي بس. عنف اخوان، مفيش عنف من الاخوان، العنف اللي موجود من فلول الحزب الوطني القديم، بس ده اللي بيحصل في البلد. نفسنا نفرح، والله نفسنا نفرح، والله العظيم بقولها من قلبي، نفسنا نفرح. اكيد كلنا نفسنا نفرح، ونفس المواطن الفاضل اتكلم انه ما بقاش اكتئاب، بقت خنقه، الواحد مش طايق عياله في البيت، وتعددت لا. الاسباب والاكتئاب واحد. شوفي الصحه النفسيه اللي احنا صرحناها في الاول، ممكن قوي انك انت اذا كان عندك احباط ان يجي زي ما واحده قالت، ما فيش عنف لا يسبقه احباط. صح، ما قالك العنف، احنا يا مصريين بطبيعتنا مسلمين، العنف احنا بنكرهه، بنكره القسوة جدا. يعني المنظر بتاع واحد بيرمي ناس من فوق، المنظر بتاع بعد ما تموتي ضباط البوليس تشويهم وتقطعيهم، هذا بالنسبة للمصري صعب جدا. ابتدينا نشوف ده بيعمل لنا صدمة شديدة، اللي بيسميها يعني كرب ما بعد الصدمة، يعني كلنا أصيبنا بصدمة. صحيح. ده بيخلي الروح المعنوية بتاعتنا وحشة جدا. وزي ما حضرتك شفت، ما بيديناش دفعة لمواجهة الإرهاب، لمواجهة العنف. ما بيجي واجهه الإرهاب، ما حضرتك بتقولي لي بتوع حقوق الإنسان يقول لك لا تلمسهمش. ما انت شفت كل الناس بيقولك ما شفناش ده قبل كده، وبيقولوا لك مين اللي بيعملها، ومين اللي موقف العمل، ومين اللي موقف الشغل، وبعد كده انتوا بتقولوا انتوا بتعذبوا، انتوا ضد حقوق الانسان. طب يعملوا هل ايه؟ هل الامن يجب ان يكون مقرونا بالتعذيب، باستخدام العنف، بالتغاضي عن حقوق الانسان؟ بالعكس، مفروض ان زي رجل الشرطه بره بتخافي منه جدا وبتحبيه. ايوه، لكن تخافي منه وتكرهيه ده غلط. في مجموعة من الشرطة بسيطة جدا، لأنك أنت عندك 36 أو 40 ألف ضابط، مش معقول 40 ألف ضابط عزبوا، ما عندكش العدد يعزبوه حتى كمان. وهم تعزبوا من الإخوان أكتر كمان من هم عزبوهم، يعني حصل انتقام، هي مش مسألة وطنية ولا أي حاجة، زي ما هي مش إسلام دلوقتي خالص، هي سلطة وقوة بلاش دعوة خالص ونصرة الإسلام ولا حاجة. فبالتالي لازم ندي فرصة للدولات إنه ما يطبقوا القانون، ولازم نعرف إن الغالبية بتاعت الناس الغالبة هم التعبانين. والمجموعة المنتمية للإخوان المسلمين أو اللي بيحترموهم، والخروج في غارات أسبوعية كل يوم جمعة، أو بعض من المسيرات الليلية أو اليومية خلال الأسبوع أو في المظاهرات، إيه التوصيف والتحليل النفسي ليهم، وكيف من الممكن أن نفسر ونحلل هذه الرسائل الخارجة من السجون المختلفة، سواء على لسان أحمد عارف المتحدث السابق باسم الحرية والعدالة، إنه ربنا هينصر مرسي زي ما نصر سيدنا موسى عليه السلام، أو زي ما البلتاجي بعت برسالة مع زوجته للإخوان المسلمين إنه نساء وبنات الإخوان بيفكروا بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. كيف من الممكن أن يكون تفسير أستاذنا الدكتور أحمد عكاشة لهذه الحالة النفسية؟ هنتعرف على هذا التفسير بعد الفاصل.